ومن الوصي الذي في سيفه استقام يا كادو يا مسكه أربع راحته ركن الحطيم إلى ما جاء يا يستلم يا سائلي أين حل الجود وكرم عندي بدا من إذا طلعته قدم هذا الذي تعرف الأضحى وطأته هو البيت يا حرفه والحل والحرم هذا النخير عباد الله كله هذا تقي النقي الطاهر فعلم لو يعلم الركن قد جاء لا يلتزمه لخر يلتزم منه ما وصل قدم هذا علي الرسول الله والده سجد رمزاه تهتد الامم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوصي الذي في سيفه استقام يا كاتب سكبوا ارفع نور احده ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم قلب لا تكبت الأشجان والإهلاء ما لا يدا كل بلا يكفي مصائبه هو اليوم ليه والإيمان قد فجعاني أي يوم من سيبقى الحزن مدقرا ونصد سيد أهل الغدر قد لما غالوا عليه من ناحية صابرا جميلا سفرا كريما من حليما عالما ورعا لم يرحمه ولا راعوا لعيب الذي وضعفه والذي في كربلاء جرعا الله يا الشهيد الصمد ايها من قاسيت منه وليت الظلم قد قنعا يا عبد الله فاحبسي دمعا على الم يا قلب لا تكبت الاشجان والاحلاء ما زال لا عرب لا يبقي مصائبه واليوم للدين والايمان قد فجعاني اي يوم من سيبقى الحزن مدخرا ونخلصه من اهل
أهل الغدر قد لما عادوا أني سنة حلما صابرا بسميرا بثبرا كريم من حليما عالما وبريعا يرحمه ولا راعوا لأهله وضعته والذي في كربلا جرعا الشهيد الصدق أن يؤذن لقاسيك منه وليكم المؤذن خنعا وإماما وما وقلت قدمه هذا علي يا رسول الله ما والده أن تدفنه الكتاب تهتد الأمم قال ابن سيدة والفا أطمة ابن الوصي الذي تنفيه سقم يا جاد يم اسكه عرفان وأحده ركن الحصين إذا جاء يهل المهد ليس قابلك من عذاب ظاهره العرب تعرف من أنت وليس قابلك من عذاب ظاهره العرب تعرف من أنكرت والأجم إذا رأيت وقورا تقانقا تقلها إلى مرقا أرميها فلا تهل كرم عدت أعجزت قالوا أية بشر أو قيل من خجر أرضي له وهذا الذي تعرم البرحاء وأتوه والبيت يا الحل والحرم علي وإماما يرهب الكفر من العدا يا شباب فاحفظوا هذا من هوى
من هدى الدين لما بدا كوكبا لائحا فرقدا. فهي ليس للمراضي حولا انها مزلق للهدى. قد تبقت لنا نفسنا قبل مقتنا رحمنا. فاليوم يا انصار نحييها الحبايا ملزوم يتخلى للقيامة. ملزوم يا أنصار نحيي العزاء. ملزوم يا أنصار نحيي العزاء. ملزوم يتخلى للقيامة. ملزوم يتخلى للقيامة. حكم تاريخ إمام يا معزين الإنارة روحنا طول السنين بيد دعائي من صحيفة سيدي كنت وعي سرمدي واتفاقي. هذا مفتاح القلوب عندما فيه نذور واعتنائي من صحيفة سيدي كنز وعي سرمدي واكتفائي. هذا مفتاح القلوب عندما في ندوب اعتنائي. موعود موعود لكم بالنصر موعود. موعود موعود لكم بالنصر موعود. موعود نتخلى للقيامة. موعود نتخلى كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلام منشقة. من رسول الله نبعته طابت على صره والقيم والشيم. الله شرفه قيما وفاق له جرى بذا فتله في لوحه القلم. من جده دام قبل الانبياء له وقبل امه كانت له الامم. اما البارية بالاحسان من خشعت عنها العماصية والاملاق والظلم. الا فديت رضيات عن مناقعهما يستوقفان
إذا بايعوه من العدم سهل الخليل قد لا تخشى بوادره يزينه علي يزينه فصلتان العلم والكرم من معشرين حبهم دين وبغضهم كفر وطربهم من جومه اعتصموا يا علي قل يا علي لا يقدر العسر بسطا من اكفهم السيال ذلك ان كذا يمتضى العسر بسطا من اكفهم السيال ذلك ان اثر بكفه خيزران ريحه فعبق المكفئات وضع في امنه شمم حمال قالوا اقوام ادا فدحوا حلو الشماء فان تحلو عندهم نعم يوما وبجم إلا قلب المشتكي فرحا كلما قلت أن الرغبة أح به برد انتهى من الأكمام وانتفتحا يا عنزل دهر يرسيني بنائبة وأسمع غير بالأغاني قد أدي المواعيد أفراحا إلى أمد والقلب من والقلب من فأنا في الظلام قد جرعا في الأمسكون سبع عشرة نوح تفيدا تبكي ودا ولم تعطف والشرحا واصلا ولا تهزأ ذليل لنبى إلا الحزن قد رزحا يا سائلين أين حل الجود قد كرم تبني الأداء من إذا طلابه قدم هذا الذي تأرب البطحاء بطأته هو البيت والحل والحرم فهذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقليد النقي الطاهر يعلم الرضن من جاء لا يزلمه تخرج الاثم منكما وطل ختم هذا علي الرسول هذا ابن سيدة للسوال فاطمة هو ابن المصير الذي بسيفه سقم يا دنيا تركه اطان راحته ركن الحطيب اذا جاء يا النبي ليس قاعد من هذا بظاهر العرب تعرف من سكرت والحجم إذا رأى قريش قال قاتلها إذا أكرمها تستهل كرم إن عدت
الأرض يقيم عاد ابن فاس قيمة إن كنت جاء رجله في جزه أنبياء الله قد تقدموا ويغضي حياة أولها من مهابته فلا تكلم بالحين يا تقدم شر نور الزجا نور غرمته شمس تيزعب عن شراقها ظلم من شقه من شقه من رسول الله مسعته طابت منا وصره والخيم والشيم الله شار ربه قد نوى فاقبله جارى بدا كنه لوحي القلم من جده كان فضل الانبياء اله هو فضل امته كانت له الامم من باريه بالبستان وانفجات العمى والسلاح والظلم وكلتا يدي في غياث عمنا دعهما يستوقفان ولا يأرهما العدم للخليقة لا شاب واكره ودينه خصلة العلم والكرم من معشى حبهم دين وبغضهم فكر وقول وهم أجل ونور أتقيم يا علي يا علي يا علي هذا الذي أمره فقاه في سقام ما مر يوم به صاف الكرى عذبا ما ذاق في عيشه طيب الطعام ولا طيب الشراب وإلا نحوا سحبا يقول أكرب من ماء الزلال وقد طاب الحسين بجنب النخر ملتهبا هذا الذي كان المسكين مصيبه وللأرى ملك في السرى حجبا يا قرطبي ليل بالأحياء محتملا في ظهره مؤنا ما كل أو تعبا في ظهره مؤن ما كل أو تعبا حتى قضى اليوم فالمحتاج ليس له مساعد يدفع الآلام والشغفا علي يا علي هذا الذي تعرف البطحاء وفأته والبيت لا أعرفه الحل والحرم هذا الذي تعرف البطحاء وفأته والبيت لا أعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم يعلم رجل من جاء لا يتسمه فقرا يلتسم منكما وقد خدم هذا علي الرسول الله والده امست بنوره تهتد الامم هذا ابن سيده النسوان فاطمه وابن الوصي والذي في سيفه استقام كاد يمسكه قربان راحته ابن الحطيم اذا جاء لا يستلم وليس قولك من حدا بظهره كالعرب تعرف من قدرت ولم تعلم وإمام وعلي ثورة من ناشئ الإمام
رفيع الليل ورا مشهدا يا شباب الحلا بالهدى رفيع الليل ورا مشهدا من هدى الدين لما بدا كوكبا لائحا فرقدا كوكبا لائحا فرقدا قوة في حياتي غدا يرهب الكفر من العدا يا شباب فاحفظوا هالنا من هوى نفسكم ويرمنا يا شباب ينحلى في الهدى رافيع الليل ورا مشهدا من هدى الدين لما بدا كوكبا لائحا فرقدا كوكبا لائحا فرقدا بهي لي علي ليست مراميعنا إنها مثل كل الهدى قد كفى قتلنا نفسنا قلبها قد فنى قلبها قد فنى رحمنا يا علي يا علي إمام الداجدين إمام العابدين إمام العابدين يا علي يا علي من صبر صبرك بالنائبات في أراضي كربلاء في البرار يا علي منه يتحمل ركوب الجمال قيد معزة بحر النهار يا علي من بكى مثلك بقتل الحسين وبسب النسوان مثل الجواري من هو يتحمل ركوب الجمال قيد معزة بحر النهار يا علي يا علي لكم القتل عادة كرامتكم شهادة يا علي إمام العابدين يا علي يا علي يا علي يا علي نورة من نعش الإمام على يزيد جمع الأبطال والحرمين هذا الكبير أدخلوه في سلاته على يزيد جمع الأبطال والحرمين وتلتبال فبردت نرأت خافضة ودمعها نازف من حرقة الألم حتى على منبر الطاغي حتى على منبر الطاغي وقع خطبه حتى على منبر الطاغي وقع خطبه يا الذي جد قد أشركت من جرمي أنا ابن من ذبحوه ضامئا وعلى أضلاعه رقصوا بالخيل والقدم فأنا ابن من خضبت يدا فأنا ابن من خضبت بالدم شيباته أنا ابن من خضبت بالدم شيباته وأطرقت
حاله بالنار بخيام البلا تغرنكم دنيا لكم ضحكت لابد يوم من تؤعنوا عزيب من حرقة الألمين حتى على منبر الطاغي وقع طبقوا حجايا جل قلبت ربك في الجرمي أنا الجمان فذبحوه ظالئا وعدا أضلائه رقصوا بالخيل والقدم أنا الجمان خضبت بالدم شايبته وأحرقت قالوه بالنار بالخيام فلا تغرنكم دنيا لكم ضحكت له السيوم من سؤال حسرة الندم هذا الذي أمره بضعه في سقم ما مر جاء به طبيب ما مر جاء به طبيب كرى عجيبا ما داق في عيده المطاع ولا بشرى بدوى إلا ناحوا تحت يقول اشربوا من ماء الزلال وقد قاض الحسين في جنب النهر ملتهبا هذا الذي كان للمسكين مصحفه وللأرض ملكهم في السرى شجبا يا طوف في الليل في الأحياء محتملا في ظهره مهانا ما كل أو تعبا حتى قضى اليوم المحتاج لي شلق مساعد تدفع الآلام والغضب يا عين لا تحقدون عن على ألم يا قلب لا تكبر الأشجان والإحلاء ما لا تدى قلت لا يرضي مصائبه واليوم للدين والإيمان قد فجعاني أيام من سيبقى الحزن مزدهرا ومبلوتين أهل الغدر قد جمع غالوا علي لن نحيا صابرا دميرا صبرا شري من حي من آل من ورعا لم يرحموا هو لقاء لعلته وضعفه والذي في كربلاء جرعا الله يا ابن الشهيد الصرط يؤذن رسيت من وليس الظلم قد قنعا يا عين لا تحبسي دمعا على ألم يا قلب لا تكبوت الأشجان والهلع حينما في شميطات وتتمع في المقات وفيهم ألقى السؤال أنبئوني من أنا ابن الحامل وسليل الطاهرين وهذا الصبح حسين نحن طه جدنا مبكي شجرة يزيد من كثير للقلوب بجاد الأوهام بدد الأوهام بدد الأوهام
لم يحاول طويلين وآذى إلا السنة إنهم كان أبيه ابن سعد ويزيد وباقى نجل الشهيد وقارن القلوب لحديد الشمساء قلدنا الإنقلاب في تحيز العراق قديما كل حينما في الشام قال وتسمى المقال وبه ألقى السؤال أنبئوني من أنا ابن الحرمين وزليل الطاهرين وأهل الصبح حسين نحن طه جهدنا نوفي ستراك يزيد من أسير القيود بدد الأرواح فهو والحوراء كان من جاي الصبح لسان أرهاب الظلام أرهاب الظلام أرهاب الظلام أرهاب الظلام كان إعلام القوات تاريخا ضد الهدى كان إعلام القوات تاريخا ضد الهدى دائماً أن اللغة من قداد المعرفين عندما قال الإمام خارج ضد السلام ولتفريق الألام ذاك سيف القديمين وإذا السجاد صاح نحن أرباب الصلاة نحن من هذا الفلاح وسفين الغارفين نحن يا قوم أبينا أن نوال الهاجرين وذوي الآثام وذوي الآثام وذوي الآثام وذوي الآثام فهو والحوراء كان عبيدا للسلطين كان إعلام الطغاة ضعيفا ضد الهدى دائما أن الغباء عندما قال الإمام خارج ضد السلام ولتفريق الألام ذاك زيف الكاذبين وإذا السجاد صاح نحن أرباب الصلاة نحن من هذا الفلاح وسفين الغارقين نحن يا قوم أبينا أن نوال الكاذبين أرأيت ابن الحسين كيف في قصر اللعين هدى وعي الغافلين وإلى الخوف أعطى فاتحا للحق باب كلما قال أعطى وإلى التضليل خاف وبدا الحق الصرا هكذا نرجو المناظر صوت مظلوم وسع ينصر الإسلام ينصر ينصر الإسلام ينصر الإسلام.
الشريف مرمى الخطريف سلام نحو الجمال فاض العهد الوثيق وقاطب فينا الطريق سلام الله المحيط وغدا تلقى السؤال بعض القول أمانة ذات الأمر اجتهاد الجهاد ولنكن عند الكلام مثل ما كان الإيمان فيه من باروخا مخلصا من كفارا فله تلك الصحيفة شهدت نفسا شريفة كلها أقدام كلها أي جسم فيه يدرس أي أرض حتى ما قاموا يا بث الصلاة يا حبيبا للصلاة أترى في حياتي دون شمس نورها أترى العلم يسدد ما ذاك من قوم رشد بل هو اليوم مهدد فبي نفسي خيرها سيدي أرش القرآن أنت نحن في آلام نحن في آلام نحن في آلام نحن في آلام توجه والباقي عيد توجه بقلب ثم سلمه على الشهيد ساكب الأبرى السلام على السيد جاد صاحب الغل والآخر
السلام على القدير على المسير في يد الجرح على المسير في يد الجرح السلام على القدير في الشجال والجلود بابا قصره أدى الجمرة بابا قصره أدى الجمرة يا رب في قاع النسيان السير.